طبعا يعني متهيألي برضو من ناحية الأوراق في أفضلية لينا في الماتش اللي جاي، يعني إن شاء الله بإذن الله كهربا يبقى جاهز حتى ولو احتاجوا الفريق لجزء من الوقت. عندنا أوراق ما استخدمهاش مستر موسيماني في ماتش الذهاب، ممكن تكون إضافة طبعا للفريق، أولها طبعا الحاوي أو كابتن وليد سليمان، بادجي برضو ما شفناهوش، كلها أوراق الحقيقة بتدعم وتريح الجهاز الفني في طريقة اللعب اللي هيختارها عشان يواجه الوداد إن شاء الله في مباراة أنا بشوف ملهاش حسابات، يعني تحاول تحسبها يمين شمال صعب جدا إنك تقرا سيناريو مباراة. وأعتقد إنه مستر موسيماني يمكن لغاية اللحظة دي يعني أو أعتقد خلال الأيام اللي جاية، طبعا عندنا النهاردة وبكرة وبعده الثلاث أيام دول اللي هيجهز فيهم فرقته عشان يحاول يقرا أسلوب وطريقة لعب فريق الوداد ومواجهته في القاهرة اللي إن شاء الله نطلع منها بسلام. ونبص بقى للمباراة الأهم، المباراة يمكن تكون مباراة الموسم أيا كان المنافس، على فكرة يعني في كتير من جماهير الأهلي بتقابلنا شغلة نفسها، نقابل الوداد ولا نقابل الزمالك؟ إيه الأسهل؟ إيه على فكرة ومناسبة يعني إن شاء الله لما ربنا يكرمنا ونوصل نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الزمالك طعم تاني خالص غير بطولة دوري أبطال أفريقيا على حساب الرجاء المغربي. كل التقدير والاحترام الاثنين كمنافسين اقوياء بالتاكيد، ما دام وصلوا المرحله دي فهما بالتاكيد فرق وزنها تقيل، لكن ان شاء الله باذن الله الاهلي الذي الاهلي قادر على حسم البطوله ايا كان. يمكن كنت بقول لك يا احمد انه البطوله السنه دي عليها زخم كبير قوي ما شفناهوش من سنين، يعني وده بسبب قوه الفرق الاربعه المشاركه في نص النهائي سواء الاهلي ولا الوداد ولا الرجاء ولا الزمالك. عشان كده اعتقد انه الفوز بالبطوله دي بعد فتره كبيره قوي من 2013 ما خدناهاش، وعلى حساب ايا من الفرق الموجوده سواء هيكون الرجاء او الزمالك هيكون ليه طعم حلو قوي عند كل الجماهير الاهلاويه طبعا، وده اللي بنتمنى.